اكل لازم صوم لازم ارجع لازم روح لازم اضحك لازم لازم فضي لازم عبي لازم دايما اشكر ربي لازم روق لازم فوق لازم امشي لازم سوق لازم خاف لازم ابكي لازم قول لازم احكي لازم حب لازم غار لازم ما العب بالنار لازم اخد لازم اعطي لازم كشف لازم غطي لازم امزح لازم افلح لازم سكر لازم افتح مرحبا رامونا. مرحبا. عن شو حابه نحكي اليوم؟ اليوم حابه احكي عن الجسم. نعم. عن جسدي. نعم. وعن قدي المجتمع بده يتحكم, بحس انه واجبه يتحكم بحياتك وبيبلش من جسمك. مثل بونجور, لا مش بونجور سوري, يي لهيك صايره ليه هالقد نصحانه؟ مش لا ليه هالقد نصحانه, هي تعابير قديمه. انه مثلا لوين واصله, ليكي مين رح يتجوزك, ليكي بين رجعتي رجعتي نصحت عرفتي. طيب ليكي رمونا, من امتين بلشت انت معك بالنسبه لإلك هال اذا بدك هالنزاع بينك وبين جسمك؟ من 10 سنين. من 10 سنين. كان عمري 11 سنه بلش يطلع لي بطون. بعدين صار انه يلا ضعفي, لا عم تنصحي, يلا انتبهي على حالك. يعني تقريبا للبروفي يعني العمر 14 كان وصل انه كثير I was really انه كان كثير وزنك زائد. لا ما كان وزني زايد, بس كان في هالهوس. اجيك صوره ايه, بس كان في هالضغط بالعكس, انه ضغط من محيطي انه لازم انت تضعفي. هل بتعتبري انك انت هلا وصلتي لمرحله صرتي متصالحه فيها مع حالك, ولا برايك انه هيدا اصعب شيء؟ يعني كل يعني انا بعرف انه التصالح مع الذات ما حدا بيقدر يوصل له تقريبا, بده وقت كتير وهو رحله طويله, مش انه منحققه وخلص. فانت وين بتحسي حالك بهالرحله, وين وصلتي؟ يعني وصلت لمرحله منيحه, انه بلشت افهم انه هيدي طبيعتي, انا طبيعه جسمي هيك, انا بنصح بضعف, بحب الاكل, بحب الاكل. بتحسي بالذنب انت عم تاكلي؟ في شي مره بتاكلي من دون ما يترافق هالاكل مع شعور بالذنب, ولا تخطيتي هالموضوع؟ لا تخطيت هالموضوع صراحه, باكل باقصى حدود من الاستمتاع, حتى بقول له انا لازم مثل دعايات اكل قد ما شكلي طيب انا عم باكل. اكيد شكلي طيب. بس الفكره انه بعد الاكل او حتى خلال الاكل, لما يكون في حدا مثلا محيط حوالي انه انتبهي, خففي اكل, ما بخلوكي تتهني, اتركي شيء لغيرك. يعني حتى كثير عدائيه هالقد, حتى بالمطاعم مثلا بيسالوني دايت شو بتحبي تشربي, دغري بيستنتجوا انه انت بدك دايت, بضيفوني شيء بقولوا لي مثلا, بقول لهم ميرسي, بقولوا لي يي ما دايت, انه حتى بغض النظر يعني اصلا مش عامله دايت. فهيدي الطريقه انه كل حدا بده يجي يتحكم فيك, يجي ينصحك يقول لك انه انت لازم تضعف, انه ما بيصير هيك لصحتك, لان الكل عرفتي بحب مصلحتي وامي هن كلهم. طب ليكي هلا بفهم انه يعني الواحد لازم يحب حاله, هيدي بالدرجه الاولى, من دون طبعا ما ياثر هالحب لنفسه على صحته. يعني طبعا موضوع الصحه, ولكن في ناس بيبقوا ضعاف وعندهم مشاكل صحيه, يعني منا بس مرتبطه بالوزن الزائد, علما انه في بعض المشاكل مرتبطه حصرا بقصة الوزن الزائد, وهذا لازم يكون في توعية عليها. ولكن أنا بدي أسألك شغلة, هذا الضغط من المجتمع ما بتحسي أنه أكتر شيء هو نتيجة هالثقافة الإعلانية يلي تمارس علينا على الطرقات وبالمجلات؟ بتشوفي أحياناً بنات أجسامهم مستحيلة, يعني ما ممكن حدا يكون عنده هالكمال بشكله, وبسبب الفوتوشوب بتحسي أنه يمكن احيانا يعني ايدك قد انا بقول لهم اوقات يمكن ايدي قد فخادهم. فمستحيل, كيف ممكن الوحده تقدر تتحمل هالنوع من الارهاب الممارس عليها يوميا؟ انت كيف تتعاطي مع هذا الموضوع المتزايد؟ يعني انا بذكر من 6 سنين لورا ابدا ما كان مثل هلا. يعني هلا بالعكس صار كثير متزايد, صار انه في ستاندرد, انت لازم تكوني ماشيه على الستاندرد عشان يجي العريس يطلبك, ما رح يطلبك. تعتلي هم العريس رامونا؟ اخر هم العريس انا. لا ما بتحسي انه يلي بده يحبك بده يحبك مثل ما انت؟ يعني غير انه يحبني مثل ما انا, هو اللي تعرف علي تعرف علي هيك. مزبوط. فنصحتي وضعفي شيء مرتبط فيه انا, لا في يملى علي يكون ناصحه, ولا في يملى علي يكون ضعيفه. واذا هو بحب ضعفي كثير ضعف قدامي روح ينقي بيناتهم 100%. طيب ليكي رامونا, انت كيف بتواجه هالشيء اللي قلت لك عنه؟ يعني هالغزو لا معايير مستحيلة, يعني انت كيف بتواجهيه وكيف بتقولي؟ لانه بتعرفي انه انت منك حالة فريدة من نوعها, بالعكس في كتير صبايا يمكن ما عندهم
راحتك مع نفسك وهالأريحية بأنهم يحكوا عن هذا الموضوع، عندهم بالعكس يعني حرج يحكوا عن هذا الموضوع. كيف شو بتنصحيهم؟ كيف ممكن نوعا ما أنه يواجهوا هالنوع من أنه ما تتدمر ثقتهم بنفسهم بالكامل؟ يعني هو المشكل بالنصاحة شوي أنه بتصير مثل في عندك ردة فعل عكسية ومثل عدائية تجاه نفسك، لأن في حدا عم بيقول لك ما تاكلي، بتصير أنت أكشولي تاكلي أكتر. يعني أنا بهيدا الطول كنت من أنا عمري 14، إذا فرجيكي يعني 30 كيلو زايدة وهنا عملوا لي أنت ناصحة، فالأكشولي بتصير أنه بصير عندك ردة فعل عكسية، بتصير تاكلي أكتر، بتصير تنتقمي من حالك. إيه إكزاكتلي، يعني أنه بنهبوا لك أنه هي شو حدا بينتقم من حاله، هيدي طبيعة البشر. صح. بس اللي بدي اقوله انه ياخذوه بروح مرحى، النصحين معروفين بهضمتهم، وانه يفكروا هن شو بدهم. يعني بالنهايه هيدا تحدي لكل انسان، اذا انت بدك تكون ضعيف، ضعاف ما في شيء وراك، يعني لو في ضغط مانع. يعني اكزاكتلي انه انت فيك تحط حدود للاخرين، لما حدا يجي يقول لك انت كذا 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 تقول له ستوب عندك، انا هيك مرتاحه. هلا اكيد انا ما كثير بطبق هذا الموضوع، بس هو طلعت ونزلت. يعني بالنهايه الوحده بدها تفكر بالاشياء الحلوه اللي فيها. بتعرفي اليوم كنت عم بقرا قبل ما نعمل هيدي الحلقه، كنت عم بقرا عن هذا الموضوع، لانه ما تفكري انه غيرك مستثنى، يعني حتى يلي مثلي جسمه منه ما عنده وزن زائد كمان عنا هوس، كلنا عنا هوس بهالموضوع، كلنا منقارن حالنا ومنعتبر انه نحن اقل من ما لازم نكون. يعني كنت عم بقرا انه بتعرفي كم شخص بالعالم بيعانوا من الهجس بالوزن الزائد؟ 70 مليون شخص بالعالم بيعانوا من هذا الموضوع. فيعني انا الشيء الوحيد اللي بحب اقوله، اول شيء بدي هنيكي، بتمنى انه مع انه ما بدي اعمل منها قضيه، انت انسانه طبيعيه وعاديه ومرحه، وانه منك بطله، بالعكس انت بطله بمعنى مقارنه مع بعض الاشخاص الاخرين يلي بيحاولوا انهم يحطموك ويثبطوا لك من عزيمتك. ولكن كمان بحب اقول لك انه اهم شيء بس نطلع بالمرايه، هذا الشخص اللي عم يتطلع فينا نحبه مثل ما هو نحبه، ما نوقف نشتغل على تحسينه، مش بالضروره بس منحسنه بس بالوزن، منحسنه من جوا ومن برا بألف طريقه. حلو الواحد يفكر انه كيف بده، اذا هو عنده يعني صوره ما حابب انه يوصل لها وتكون هالصوره معقوله، ما انها مستحيله ومفروض عليه من برا مغسول دماغه فيها، حلو يكون فيها هالشغل على النفس. ولكن نحن وعم نشتغل على حالنا نحب حالنا. وبتستحق انك تنحب رمونا. ميرسي. برايك انه شو ممكن يفكروا الناس بهذا الموضوع هلا لهي الحلقه؟ اول شيء لازم يفكروا فيه انه هن لازم يلجموا نفسهم عن اعطاء رايهم بامور ما دخلهم فيها، وانه لما يشوفوا الشخص الاخر يفكروا شوي ابعد من مناخيرهم، هو هذا الانسان يمكن كثير ضعفان لانه متعرض لستريس، او يمكن كثير نصحان لانه متعرض لستريس، يمكن في ناس مرضى، في ناس عندهم مشاكل صحيه. بعدين اللي بيعصب بياكل، واللي بينبسط بياكل، يلي زهقان بياكل. ما انا يعني بقولوا لي انه في ناس بقول لك انه عصبت ضعفت كذا، انا اذا عصبت لريح لحالي باكل، واذا انبسطت لكافي حالي باكل، وباكل بكل حالاتي. بكل بساطة لازم المجتمع هون يوقف شوي، مش هون بس رمونا، صدقيني وين ما كان بالعالم. يعني ما بعرف قد ايه ممكن بمجتمع تروحي، ما بتخيل حالي بروح اوروبا ورفقاتي اول ما يشوفونا حيقولوا لي يي قد ايه صايرة، او ما بيقولوا لك بس يفكروها، لانه هيدي المعايير اللي عم نحكي عنها مزبوط عندهم اياها هن كمان. قد ما فكروا منيح للواحد احيانا يخلي تفكيره لحاله ورأيه لحاله. في هون شيء سائد ما بظن سائد وين ما كان، اللي هو انه كل انسان بيعتبر انه هو له الحق، معني بانه يقول الحق، مش بس الحق والواجب انه هو يتحكم بحياتك وينصحك لا سوري انا ما بيجي بقول لك مثلا ليش شعرتك هيك او لحواجبك هيك او زبطي مشيتك وقعدتك وما بعرف شو، انه كل واحد يهتم بحاله واتركونا نحن نهتم بحالنا. وكمان بما انه جبت سيره اوروبا، اكيد يمكن معك خبر انه هلا صار في كثير عروض ازياء صارت للممتلئات، لحتى هالعارضات الازياء يلي عم نشوفهم على البوديوم ما يتسببوا للبنات الصغار بمشاكل غذائيه مثل الانوركسيا والبوليميا، يلي في بنات عم بيموتوا منها بالعالم كله.
وكمان يعني طلع قانون بفرنسا انه ممنوع الشخص يوظف بشركته بنات يعني اجسامهم ممكن تكون انوريكسيك او يعني نحيفه لدرجه مرضيه، ممكن يدفع غرامه ماليه بسبب هذا الموضوع. نحن هون بتعرفي عنا بالاعلانات بنقرا مطلوب موظفه حسنه الشكل رشيقه القوام، انا كذا مره شايفتها يعني مثل كانه الوظيفه تترافق مع شكل معين، يعني ما فيها تأديها بشكل مزبوط الا اذا كان شكلها كثير حلو. كثير حلو يلي قلتي رامونا، وبتمنى انه ناس كثير تفكر فيه لانه بيستحق التفكير. في كثير ناس بمجتمعنا بيعتبروا انه الواحد ما بيحق له انه يحب حاله الا اذا كان شكله كامل. انا من يلي بيقولوا لازم نحب حالنا كيف ما كنا، وانتو شو بتقولوا؟